أنا نجي بمشي لعندك الله خمسين لك يلا سراج الزمان من تلك عارفين السادة العمداء السادة الأساتذة أعزائي الطلبة المحتفى بهم أبناء الطلبة والطالبات أيها الحضور الكريم باعتزاز كبير نحتفل اليوم في رحاب جامعة سيد محمد بن عبد الله وفي رحاب هذه الكلية العتيدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بنخبة من طلبة كلية كل من أندونيسيا وماليزيا وتركيا وتايلاند الذين استفادوا من دروس الدعم والتقوية في اللغة العربية خلال هذه السنة والتي سهرت عليها شعبة اللغة العربية وآدابها في هذه الكلية. وإننا نشكر السادة الأساتذة
الذين حرصوا على إنجاح هذه المبادرة بإشراف ودعم كبير من السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور راهي أقديم، كما يتمم كل المبادرات التي من شأنها أن تساعد الطلبة الأجانب في الانفتاح على الثقافة المغربية وتشجيعهم على متابعة تحصيلهم العلمي في أحسن الظروف. ونتمم بنفس الخطوة جميع المبادرات التي من شأنها مساعدة الطلبة على استكمال دراستهم العليا من مختلف الدول، إيمانا بنا بأن الطلبة هم سفراء بلدانهم وأنهم يساهمون في بناء ثقافة الحوار بين الحضارات والثقافات. وإن هذا الحضور المتميز والمكثف للطلبة الأجانب اليوم لا يقدم صورة مشرقة عن كون جامعة سيدي محمد بن عبد الله قد أصبحت والحمد لله تستقطب أعدادا كبيرة من الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم في مختلف التخصصات بمختلف الكليات والمعاهد التابعة لجامعتنا. ولا حاجة للتذكير بأن أعداد طلبة الأجانب المسجلين في تزايد كبير كما تفيد الإحصائيات، ولعل هذه المبادرة خير دليل على ذلك، بحيث إن عدد المقبلين عن دروس التقوية في اللغة العربية قد فاق تصور الأساتذة الذين أشرفوا مشكورين على هذه الدورة، مؤكدين بذلك حبهم للغة العربية وحرصهم الشديد على تحسين مستواهم فيها. وبهذه المناسبة يسعدني أن أرحب مرة ثانية بسعادة السفير أندونيسيا الأخ والصديق السيد تساري وجايا، الذي يحرص دائما بحضوره الفعلي وحرصه الشديد على تفعيل كل مبادرة تساهم في تتميم عبر الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية أندونيسيا الشقيقة من جهة، وبين جامعتنا وسفارة أندونيسيا بالرباط من جهة ثانية، بحيث يرجع له الفضل إلى توقيع جامعتنا اتفاقية تعاون مع عدد من الجامعات الأندونيسية. كما أرحب بسعادة سفيرة مملكة تايلاند السيدة الفاضلة كونداري براشيد ديت، ونشكرها على حرصها على تلبية دعوتنا وتحملها على السفر لتشاركنا هذا الحدث الهام. كما نعتز بالعلاقة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة تايلاند بصفة عامة، وبين جامعتنا ومجموعة من المؤسسات التايلاندية خاصة بعض الجامعات. ونتمنى توسيع مجال التعاون في البحث العلمي والمعرفي مع جامعات أخرى في هذه المملكة. كما يسعدني أن أرحب بسعادة مستشار السيد تينكو سراج زمان بن تينكو عارفين ممثلا لسعادة سفير دولة ماليزيا للرباط، ونعبر له بهذه المناسبة عن اعتزازنا الكبير بمستوى العلاقات التي تربط بالمملكة المغربية ودولة ماليزيا وبين جامعتنا وبعض الجامعات الماليزية. فمرحبا بالسيد المستشار، وله أجزل الشكر وأوفاه على حضوره معنا اليوم. أما سعادة سفير تركيا فيقدم لكم اعتذاره لعدم تمكنه من الحضور، وهنا لابد أن أشيد بالتعاون والشراكة مع عدد من الجامعات التركية أيضا. وفي الأخير أحيي هذه النخبة من الطلبة التايلانديين والماليزيين والأندونيسيين والأتراك المتميزين الذين يشهد لهم بالأخلاق الحميدة والالتزام التام قصد تحصيل العلم والمعرفة في جامعتهم. راجين لهم ولكل الطلبة الحاضرين المزيد من النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My appreciation given to the university to organize this ceremony for the students. And I'd like to congratulate all the students for the, this occasion. Thank you. سعادة السفيرة تعبر عن ارتياحها وفرحتها بمشاركتها في هذا اللقاء، وهي فرصة لزيارة جامعتنا، وتهنئ بالمناسبة الطلبة المتخرجين الذين استفادوا من هذه الدورة التقنية. وأتكلم مباشرة لسفير دولة جمهورية إندونيسيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Excellencies, President of the University, allow me first, I would like to speak in English. Because most English people can't speak Arabic. Let me do. So, allow me, we are beginning with English. Excellencies, President of the University, Sidi Muhammad bin Abdullah Hafiz, and all civitas academica, Excellencies, Dean of Faculty of Letters and Science, all the guests, ladies and gentlemen, students, first of all, allow me, on behalf of myself and our country, Indonesia, to say, express my deepest appreciation to university and to the faculty on this activity is very important for me as Indonesian people. Why this is very important? As you know, even Indonesia has the most Muslim all the world, but if they speak in Arabic, very little. But most Muslims can read our Quran in Arabic language. Therefore, this activity is to meet our students in Morocco as well as here in the faculty. I think it is very appreciated for us, because for the next, I understand that the Arabic language not only for Al-Quran but also for communication among people on the world, for politics, for economy, for business, for culture, and also for education. Therefore, my appreciation very big for all the activities. Then I hope it is not the first and the last. I hope for the next also continue with the other activities. But I would like to suggest these activities, our student today finished, we can the next step, not only stop here, but continue with the other activities for better of Arabic language. Therefore, again, I would like to express my thanks to all Civitas Academica here in University Sidi Muhammad bin Abdullah, and how this activities will be continued for the next year and in the next other activities. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.